بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة نتعرف على طريقة جديدة ازاي نفك الاي كلاود بتاع الايفون. النهاردة معانا ايفون 6، هنشوف معانا. نفتح اول حاجة موبايل، هنستنى طبعا لحد ما يفتح. وفي شريحة برضو، نتأكد ان هو لازم يكون في شريحة. فتح، نختار اللغة، نحدد المنطقة، نختار الشبكة، نحط كلمة السر، وبعد كده يحمل. اهو واضح من هنا بيقولك ان هو ايه، قفل التنشيط، ان هو مقفول بحساب ايه، اي كلاود. نبدأ بقى، نرجع من الاول وجديد، ونختار لغة تانية ومنطقة تانية، وبعد كده نتك على زرار هوم، مور واي فاي سيتنج، علامة الاي، كان نعمل فورجيت للشبكة باك. بعد كده نختار نفس الشبكة مرة تانية، ونحط رقم الدي ان اس 104 دوت 154 دوت 51 دوت 7. بعدين نعمل جوين نتورك، نحط الباسورد، بعد كده جوين، استنى لغاية ما يحمل، بعد كده نعمل باك بسرعة. فتح لنا ايه، السيرفر. مكتوب لك فوق ايه، you have successfully connected to my server. زي ما احنا شايفين كده السيرفر فتح معانا، نقدر من خلاله نخش على الشات روم، نعمل شات مع مجموعة من الناس معينة اللي هي برضو مشتركة معاك في نفس الدي ان اس. فلاش لايت تفتح فيها الكشاف، تختبر فيها الكشاف، تختبر فيها الكاميرا، الكلوك تظبط فيها الساعة، السوشيال تدخل فيها على الفيسبوك والانترنت، الميل تفتح الميل من عليه، المابس تشغلها من عليه، وفي الابليكيشن دي اللي هنتعرض لها بعدين، وفي الفيديو اللي هي الفيديوهات الموجودة على الموبايل، والأصوات الأغاني اللي هي موجودة على الموبايل، والألعاب، وممكن ندخل برضو على الاس ام اس. ده في حالة ان الحاجات دي كلها كانت مقفولة جوه الموبايل اصلا، مش عارفين نوصل لها، لكن دلوقتي عن طريق الطريقة دي بنقدر نوصل لها. وفي السيتنج، وفي اللي هو السيرفيس انفورميشن اللي هو سيرفر انفورميشن. وممكن نخش على السيتنج نشوف اباوت ذيس ديفايس، نعرف رقم الاي او اس اللي هو اللي عليه، والحالة بتاعته ايه، اذا كان لوجد. هنرجع تاني، ننزل هنا، ندخل على الابليكيشن، هنلاقي فيها مجموعة من البرامج كتير جدا، زي الدروب بوكس لو انت كنت بترفع عليه حاجات يعتبر كلاود، الوان درايف، جوجل درايف، جوجل ترانسليشن، جوجل كيب اللي هو بتحط فيه النوتس، الكالكوليتر اللي عايز تستخدمها، الايفر نوت اللي هو لو حطيت فيها ملاحظات او مذكرات قبل كده وعايز تشوفها. ممكن تعمل اختبار لسرعة الانترنت، تعمل اختبار للبينج بتاع الانترنت. هنا بقى كذا طريقة لفك الاي كلاود. الطرق دي هنا، اول طريقة اللي هو كراش 1 بنفك بيها اللي هو الموبايلات اللي بتكون بسيستم اي او اس 7 لوحدها، وفي طريقة تانية برضو، وفي طريقة تالتة للاي او اس من اول 8 لغاية الابديت بتاعه 8.3، وفي اللي هو كراش 4 بنفك بيها الموبايلات اللي هي اي او اس 9، وهنا كراش 5 اللي هي بنفك بيها اي او اس 5 لحد اي او اس 10 وما تبعه. وفي اخر طريقة نزلت عندنا اللي هي كراش 6 اللي هي ريمبو ايموشن،
اللي هي بتفك من اول اي او اس 10 واي او اس 10.2. دي اخر طريقة اللي هي الفك اللي هي الاي كلاود اللي هو بتاع الخاصة بتليفون ايفون 6 او 6 بلس. بناخد الكود اللي هو اللي تحت ده، نعمل عليه سيلكت، كده احنا وقفنا عليه اهو وعملنا عليه سيلكت، ناخده كوبي. وبنبدأ بعد كده بقى بنحطه فين؟ ندخل على مور واي فاي سيتنج وعلامة الاي، وبنسجله هنا في السيرش دومين والكلاينت اي دي، وبنحول ال اتش تي تي بي بروكسي بنخليها مانيوال، وبنسجله هنا في السيرفر روبورت لحد ما الموبايل ايه نقعد نعمل لهم بيست. هنشوف ده مع بعض. بيست مكان نعملهم سيلكت اول وكات وكوبي تاني، عذرا. هنحطها لحد ما نشوف ان الجهاز يبدأ يتقل معانا، ونكرر العملية دي بقى في السيرش دومين والكلاينت اي دي لحد ما نلاقي الجهاز تقل ونروح مرسترينه مرة واحدة. هنلاقي ان الفيديو ايه، هنلاقي ان الموبايل ايه اتفك.